لتخرج الطالب. ضمن إطار التنسيق والتعاون بين جامعة دهوك التقنية وجامعة الفرات الأوسط، بعد ما صارت توقيع اتفاقية أو تعاون علمي بين جامعتنا وجامعاتكم الموقرة، التفعيل صار في ضمن ورشات عمل وزيارات متبادلة، وهذا الهدف من التعاون العلمي، وفخورين جدا نوقع هيجي اتفاقيات مع جامعتكم الموقرة وتفعيل بنود هذه الاتفاقيات، ونترقب وكلش متفائل البنود اللي دوينت بالاتفاقية راح تتنفذ وتفعل، والجامعتين إن شاء الله يسوون برامج توأمة، ويعني برامج تبادل ثقافي، تبادل الستاف، تبادل بحوث، وإن شاء الله موفقين.